Hello, my dear student. Today we are going to speak about unit 6. النهارده يا مس هنتكلم في unit 6 اخر واحده معانا. Let's go to the circus. Let's go to the circus يعني هيا بنا الى السيرك. طيب ايه اللي هيقابلنا يا مستر معانا؟ خلينا نشوف كده الوحده الجديده بتتكلم عن ايه. شوف يا مستر الوردس اللي عندنا. الوردس اللي موجوده معانا يا مستر. أول حاجة عندي سيركس، بعد كده عندي تنت خيمة، كلاون مهرج، دوج ترينر، وطبعا دوج ترينر يا مستر اللي هو المدرب الكلاب، أكروبات، أكروبات يا مستر اللي هو ألعاب الأكروبات أو الحركات البهلوانات يعني، عندي كمان يا مستر جاجلر، والجاجلر يعني المهرج اللي بيلعب بالكور، شورت قصير، فات ثمين، رينج ماستر، رينج ماستر اللي هو مدير الحلبة، وترابيز، ترابيز ارتست، ترابيز ارتست مثل اللي هو بتاع الأرجوحة اللي هو بيمشي على الـ الحبل واللي بيمسك الحاجة ويقعد يروح يجي كده، حاجات كلها موجودة في السيرك يا مستر. نراهم تاني: سيركس، تنت، كلاون، دوج ترينر، أكروبات، جاجلر، شورت، فات، رينج ماستر، وترابيز ارتست. كمان يا مستر عندي بعض الجمل او الكلمات الفيربس اللي هتقابلني بعد كده اهو يا مستر. هناخد طبعا الجزئيتين. عندي glasses نظارة، why لماذا، كبير السن old، جميلة beautiful، ما او ماذا what، forget او forgotten او نسي، let's و grandpa. تاني يبقى glasses، why old، beautiful، what، forget، forgot، let's، grandpa. ايه كمان يا مستر expressions اللي عندي؟ يذهب الى go to، في السيرك، at the circus، بجوار، next to، خدناها كتير، يشبه look like، ينظر الى look at. كمان يا مستر عندي بعض الادجكتيفز اللي هتقابلنا في الصفات، يعني عندي tall طويل، عكسها طبعا short قصير، عندي fat سمين، عكسها thin نحيف، عندي old عجوز، عكسها young اللي هي صغير السن. كلمات سهله جدا، ممكن لو قريناها اكتر من مره تبقى تثبت معانا. كده نشوف المحادثة، ونشوف المحادثة فيها ايه. هاني اند هانا، طبعا زي ما احنا عارفين من اول الوحدة هاني وهانا كتير جدا معانا. هاني اند هانا ار ات ذا سيركس، جرامبا فورجوت هيز جلاسز، يعني هاني وهانا كانوا فين؟ في السيرك. جرامبا اللي هو الجد يا مستر ماله؟ نسي. فكلمة فورجوت ده الماضي بتاع فورجيت يعني ينسى، نسي، هيز جلاسز يعني النضارة بتاعته. وي ار We're at the circus next to the tent. واحنا كنا فين؟ في السيرك جنب الخيمة. What can you see? What does the clown look like? Okay. طيب هنيجي هنا يا مستر. Number four, there is a clown, a ringmaster, and an acrobat. He's tall and thin. Number six, what does the ringmaster look like? He is short and fat. تعال بقى يا مستر، احنا كده قرينا المحادثة، لكن تعال نشوف المحادثة فيها ايه، او نوضح ايه. تعال كده يا مستر وركز معايا علشان المحادثة فيها شغل كتير. هاني عند هنا ار، طبعا هاخد هنا الار عشان هاني وهنا ده جمع. ات، وات يعني في، فين هما؟ The circus. اوكي، جرامبا فورجوت، واحنا قلنا فورجوت هو الماضي من كلمه فورجيت اللي هي ينسى، يبقى نسي. هيز جلاسز. وير ات ذا سيركس نيكست تو، فاكر نيكست تو اللي هي بجوار، خدناها في البروبوزيشنز حروف الجر قبل كده، اون وان ونيكست تو. ذا تنت، وات كان يو سي، ده السؤال بقى يا مستر، ايه اللي انت شايفه؟ What can، احنا خدنا اكتر من طريقة في السؤال. What can you see؟ ايه اللي انت شايفه؟ What does the clown look like؟
والكلاون يشبه ايه. فلما اجي اسال على الكلاون هنا ده مفرد يا مستر سينجولار ناون، يبقى انا هاخد داز عشان الداز بتيجي مع هي وشي وات وسينجولار ناون. اوكي طيب، يجي يقول لي لوك لايك، وبعد كده يتكلم، بعد كده يقول ايه، يقول لي بعد كده انه لو انت هتيجي بقى للاجابه يبقى انت هتتكلم عن اهو لما تيجي توصف حد. تمام، لما تيجي توصف حد يبقى انت هتقول ايه، ها هي از، لان هو هنا بيسال على الكلاون، يبقى هي از ماله، شكله ايه، tall and thin. يبقى انا وصفته طويل ونحيف. اوكي what does the ring master look like. طب الشخص بقى اللي هو بتاع الحلبة اسمه او شكله او يشبه ايه، اهو look like يشبه ايه، ها اوكي. نفس السؤال برضو يا مستر، he is short and fat. برضو يبقى احنا بنركز على ازاي بنسأل، سواء في نمبر 5 او في اللي وراها نمبر 6، ازاي بسأل وبجاوب. هنا he is tall and thin، وهنا he is short and fat. يعني بنركز ازاي بنحط او بنعمل صيغة السؤال والاجابة. عندي ايه كمان يا مستر بعد كده، اهو نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده بس نقوله تاني. let's خدناها كتير جدا، وقلنا قبل كده كذا مرة يجي وراها الانفينيتيف اللي هو مصدر الفعل. let's go to the circus، ده اول حاجة قابلتنا واحنا بنتكلم فوق. let's go ده ايه ده يا مستر، ده مصدر الفعل اللي هو الانفينيتيف. اوكي there is a او an يوجد، طبعا there is احنا عندنا حاجتين، يوجد عندي there is يوجد للمفرد، وعندي there are يوجد للجمع. اوكي طبعا لو قلت there is يبقى انا عندي هنا يا a يا an، ماشي. there is a clown، a clown، وهنا there is an acrobat. يبقى طبعا يا مستر ليه خدت هنا an، طبعا لانه ده ايه vowel، لان ده ايه vowel، بدايته vowel ياخد an طبعا، لكن السي مش فاول يبقى ياخد ان. اوكي تعال ناخد يا مستر السؤال اللي وراه برضو اللي جاي، واحنا كنا بنتكلم واحنا كنا بنسال برضو ايه السؤال هنا، قلنا لما نكون بنسال على شيء يشبه او كلام من ده اهو يا مستر، فبيقول لي وات داز، وات داز، ماشي اهو وات داز، واحط الفاعل عندي اللي هو السبجكت واكمل لوك لايك اهو. What does the clown look like؟ أقولها إزاي بقى؟ He is tall and thin. جميل جدا. طيب يا مستر برضو تاني، قال لا طب ما احنا خدناها قبل كده الحتة بتاعت أندي وبط لو انتوا فاكرين زمان قوي. خدناها يا مستر، برافو. في ناس طبعا لازم تكون فاكرة معايا، ولكن في السريع هقول يا مستر انا عندي الأند اهي. الأند يا مستر لما أقول حاجة وحاجة اهي يا مستر and، فيقول لي the juggler is a old وكمان thin، هو كبير وكمان يا مستر رفيع. طيب تمام جدا، تعال نشوف يا مستر على احنا خدناه ده some practice. نشوف كده يا مستر عندنا اول جزئية match. طيب اعمل ايه هنا يا مستر، توصيل سهل جدا اهو. what can you see، خدنا الكلام ده واحنا بناخد دلوقتي او بنقرأ. ها قلنا قبل كده كذا مرة what can you، اليو تتقلب الى ها اي، هقول فين يا مستر، I can see a clown. طبعا الناس اللي مركزة وامسح صح يا مستر هيقول لك نمبر 1 بي، برافو. طيب تعال يا مستر على اللي ورا نمبر 2، what does the ring master look like، ها يشبه ايه، خدناها برضو. في ناس بتجاوب معايا يا مستر، طبعا she is tall and thin اللي هي دي، برافو. نمبر 3، جرامبا فورجوت، هو جرامبا فورجوت ايه او نسي ايه، ها ايه اللي كان نسيه، برافو. هيز جلاسز، اكسلنت. ايه يا مستر نمبر 4، ليتس جو ايه بقى، ايوه تو ذا سيركس، جميل جدا. في حاجه صعبه اطلاقا. تعال يا مستر ناخد الجزء اللي بعده برضو اللي بيتكلم على ان احنا نيجي على الايه اللي تشوز. طيب بيقول لي هنا يا مستر، تعال كده اقرا معايا وركز معايا اهو يا مستر عشان نحل مع بعض. he isn't tall، خد بالك ان الايزنت هنا معناها هو مش،
طويل. يبقى هو ايه؟ ركز قبل ما تحل. هو مش طويل، يبقى هو ايه؟ طبعا he is short. Short. What a Mr. the clown look like? What a خبرك the clown ده يا مستر؟ ها singular noun يعني مفرد، يبقى ياخد does. He is tall. ها برافو. And thin. We are a Mr. ها قلنا لما يكون في السيركس اللي هو السيرك يبقى at. What does not look like? What does أقول they ولا we؟ لا طبعا he لأنه بيجي مع المفرد singular singular noun. تعال ناخد يا مستر كمان جزئية كده صغيرة بيتكلم فيها عن ان انا ازاي اعمل unscramble the following words to make correct sentences. يعني هنرتب. طيب تعال كده يا مستر لو انت مركز معايا شوف هنرتب ازاي. نمبر 1 احط وي ماشي. وي ايه بقى؟ ايوه الوي تاخد ايه؟ برافو. في ناس بتقول يا مستر وي ار. ايوه الوي تاخد ار طبعا. وي ار ايه؟ وي ار ات ذا سيركس. اوعى تنسى الفول ستوب وطبعا الدبليو هنا طبعا يا مستر كابيتال. خش على نمبر 2 وات اهي ماشي. وات ايه بقى؟ وات ها كان يو سي. هنا يا مستر احط ايه؟ طبعا اوعى تنسى الكويشن مارك اللي في الاخر علشان يا مستر برضو لازم تلتزم وانت بتكتب برضو بالبانكتويت حتى ده لو ده سؤال ان سكرامبل او ترتيب. ريارينج. هي انزل يا مستر بالاتش. هي هي ايه؟ برافو. هي از تول اند ثين. اكسلنت. هو فعلا يا مستر تول طويل وكمان ثين يعني رفيع. اوكي اوكي يا مستر ناخد جزئيه ثانيه من الاكسرسايز هي سهله جدا. We are at the circus ولا we are at school؟ لا طبعا يا مستر سيركس. نمبر 2 he is tall and thin. بص كده على الصوره ده طويل وthin. لا he is short and fat. he is short and fat. وطبعا يا مستر هاجي على اخر جزئيه اللي هي البانكيتي ويت برضو كل مره بحلها معاك علشان ابدا ما تنساش. التي تنزل كابيتال. there is an acrobat. وفي الاخر ها فول ستوب. ليه؟ لان يعني دي جمله يا مستر بمنتهى البساطه. اوكي ثانك يو ماي ديير ستودنتس. سي يو ليتر.